السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل فيديو لحضراتكم للطلبة ازاي بنعمل اكتيفيت واكسس للاي بوك الموجود معانا في الكتاب بي 1 وبي 1 بلس وسي 1. تمام. اول حاجة بكتب في السيرش عشان اوصل ليها بوك شيلف دوت vital source. alright. dot com. قام على search لأن في عندي هالشوفة تظهر كذا حاجة منها vital source download. هنا دي اعمل vital source download. طبعا هنا دي بيفتح لي دي تحط لينك جديد new tab. في قدامي في البيج ديت الداونلود للاب بتاع فايتال سورس. اوكي. في عندي هنا للديفرنت ثينجز انا عايز ايه اللي هيناسبني انا. تمام. حضرتك لو هتنزل على الاندرويد هتاخد ديت بتاع جوجل بلاي اللي هي ديت الاندرويد هتنزل على جوجل بلاي. لو انت على الموبايل هتنزل الاندرويد. لو انت هتنزل الابلكيشن دوت على الكمبيوتر هتنزل لي اللي هو مكتوب عليه ويندوز 7 اند 8. اوكي. طيب هبتدي اعمل له داونلود اهو دلوقتي. دوست عليه هبتدي اعمل داونلود لي دلوقتي ينزل على الكمبيوتر. في نفس الوقت انا ما فتحتش ليه ديت اصلا لان انا هبتدي اعمل فيها هعمل اكسسنج ليها للبوك شيلف. تمام. اعمل على فايتال سورس اعمل اكونت عليه. اوكي. طيب عشان اعمل اكونت عليه هيفتح لي البيج دلوقتي بتاعتها. في قدامك البيج هنا قدامك البيج مكتوب البيج هنا عندي مكتوب ايميل والباسورد ساين ان. طبعا في تحتها create a vital source account هدوس على ديت عشان كده اعمل نفس اكونت جديد لان انا نيو يوزر بالنسبه له مستخدم جديد. اوكي. ادوس على ديت عشان ابتدي اسجل بياناتي. خلاص. تمام. ابتدي اكتب الايميل بتاعي. alright. انا اعمل هنا ايميل ابتدي اديهم الايميل دوت بتاعي. وهعمل داون واكتب الايميل بتاعي هنا. اوكي. كونفيرم ايميل برضو. ابتدي اعمل باسورد اللي هي انا على ديت. اوكي. نكرر من الباسورد بتاعتي. لا مش هغيرها. شوف نغيرها. تمام. جيب الباسورد اللي انا عملتها الثانية.
تمام. وبيسأل هنا تحت في security question okay what is your favorite sport okay مثلا أي حاجة أي سؤال أنت تختاره. أنا هعملها مثلا basketball alright. وبعدين نكمل I agree خلاص على ديت. خليك فاكر الايه اليوزر نيم بتاعك وفاكر الباسورد سجلها على ورق يكون افضل طبعا عشان ما تنساش. بقول له create دلوقتي خلاص create لي عمل لي اليوزر نيم بتاعي وبقى لي ممبرشيب. بعد كده ارجع بقى اعمل ايه اعمل سيت اب للمين للفايتال سورس او بوك شيلف سيت اب. اقول معايا اهوت في الداونلود ابتدي اعمل له انستول على الكمبيوتر بتاعي او على الموبايل بقى ايا كان الحاجه اللي هتدخل بيها الاي بوك عليها رايت. ابتدي استخدم اللانجوج هنا يطلب مني اللانجوج اللي انا هشتغل بيها اوكي. ابتدي اعمل انستول للايه للفايتال سورس بوك شيلف اللي هو هيشغل لي يعمل لي اكسلريت هيعمل لي اكسس للايه للاي بوك بتاعنا. طبعا في انتظار هو بياخد وقت مش كبير ان شاء الله للايه للداونلود داون او للانستولينج دلوقتي. ماشي معاه كل طبعا الستبس امشي معاها واحده واحده لغايه ما يقول كده انت تمام. زي ما احنا شايفين كده هو دلوقتي خلاص عمل فينش للانستولينج. برجع على الديسكتوب بلاقي هنا فايتال سورس بوك شيلف اب بالشورت كات بتاعت الابلكيشن. ابتدي افتح ال طبعا يعني ده بيتوقف على الافشنسي بتاع الكمبيوتر بتاعك او لونج ات ماي تيك. هو initializing هو بيبتدي يفتح ان شاء الله. انا على فكره عملت كل حاجه اونلاين يعني مش جبتها جاهزه لا انا كل الستبس بعملها يعني بالفعل دوت لسه بينزل على الكمبيوتر عشان تبقى الحكايه practical.
طبعا فتح لي دلوقتي، ادخل الايميل بتاعي اوكي، والباسورد اللي انا كنت دخلتها ابتدي اعمل هنا ساين ان اوكي. كده اشوف الجروب بتاعي طيب. بفتح هنا زي ما قلنا شغل البيج قدامنا كده، باجي على كلمة اكونت هنا، بعد كلمة اكونت ديت وبدوس عليها كده اوكي، بتطلع لي كلمة ريديم كود، ريديم كود اوكي، بدوس عليها كده بيطلع لي احنا ده بليز انتر يور ريديمشن كود. عندي في الورقة الموجودة مرفقة مع الكتاب بتاعنا فيها الـ redemption code اوكي. هبتدي ادخل الـ words دي الـ code الموجود معايا في الكتاب بالراحة كده ان شاء الله عشان ايه اشوف الدنيا هتتم ازاي. بقول له اوكي هنا، خدت الباسورد بتاعتي بقول له اوكي. Redemption code add new content to your account. Redemption code is invalid. ممكن في حاجة خطأ ممكن معلش نجربها تاني. طبعا هنا الاي بوك هنا دوسنا على الباسورد بتاعته ونجحت تمام. تيجي بتديني الرساله ديت داونلود وان نيو بوك، تبتدي اعمل له داونلود اوكي، دوس على داونلود ابتدي اعمل لي داونلود للكتاب بتاعي زي ما احنا شايفين كده على الشاشة قدامنا.
طبعا الكود بتاعي حسب الكتاب اللي انا منزله. يعني انا الكتاب اللي انا بعمله داونلود دلوقتي اللي هو فلوسب سي 1، وطبعا معذره ان انا دخلت ايه incorrect password عشان ميبقاش انا اديت الباسورد بتاع زميلكم لي او صاحب الكتاب اونلاين يعني، فانا عملت mistake فيها. وبعدين رحت عملت pause للريكوردنج عشان احط الكوريكت باسورد يعني. اوكي زي ما احنا شايفين قدامنا البوك الكتاب دلوقتي is downloading زي ما احنا شايفينه دلوقتي. How correctly is being downloaded? The book is being downloaded at the moment. طبعا انا في حته برضو ان انا الاكونت بتاعي اللي انا جبته من على جيميل حضراتكم في اول مره بتعملوا ريجستر بتاخد نقط بنا ان بيبعت لي فيريفيكيشن كود على الجيميل بتاعي بعمل له اكتيفيت. يعني هو انا عشان انا عملت اكتيفيشن للاكونت بتاعي من قبل ما ابتدي اشغل الفيديو دوت هو اللي خلاه ما طلبش مني الفيريفيكيشن كود او verification link يعني اللي بيبعته على الايميل. تمام الناس تاخد بالها من الحته ديت يعني. يعني ان شاء الله it's about to end about to finish downloading. طبعا هو الاي بوك دوت يعني حاجه جميله جدا اللي هو انتراكتيف ويساعد طبعا لو على الموبايل او if you wish to use it as اي بوك يعني. About to end all, alhamdulillah. Again, here I'm going to download complete. Okay. Close up, second book, and workbook, second edition. Finished. Now. ارجع كده نفتح الداونلود واشوفه موجود معاهم.
طبعا حضراتكم بتنتظروا شوية عليه، لأن هو دلوقتي كده فتح كده دلوقتي الإي بوك معايا أهو، بشوف عليه. أوكي، بشوف عليه الكتابة أهو دلوقتي. أي حاجة هضيف عليها هبتدي أشتغل مع حضراتكم. أدي ال أوكي، هبتدي أشتغل معاه. الجروبين طبعا الكالر بتاعت الشغل بتاعي اللي بتعامل معاه اهوت، ده الستيلن بوك. اشيل الفيسبوك شوية بيعلق. اوكي، فتح اهوت دلوقتي الاي بوك. تقدر تعملوا حضراتكم، تعملوا enjoying your book. بس كده الكتاب اصبح موجود معاكم اهوت. alright، الكتاب معانا اهو كده فتح خلاص الحمد لله. هو طبعا بيفتح اول مره كده بياخد وقت لما يبتدي يعمل يحمل على الموبايل معايا، الكمبيوتر او على الموبايل يعني. كده مش دي اهو، دي طبعا اول يونت في سكيلينج هايتس. ده يونت 1 في سكندري 1، دي موجوده في الجامعيه بشكل رائع جميل جدا، وان شاء الله نكون موفقين باذن الله جميعا. طبعا من احنا قلنا بنحمل ببطء شويه.